الحرم المتنيح ويليام يوسف المنهراوي عمدة المناهرتين الذي عاصر فيه القمص عبد المسيح المقاري أحد الآباء السواح، وكان عايش هنا معاها في هذا المنزل مع عم بشرى يوسف المنهراوي أبو المرحوم ويليام يوسف المنهراوي. وكان القديس المعاصر أبونا عبد المسيح المقاري عايش بنت، والمقدسة أدينا عياد هتحكي لنا عن ذكرياتها معاه من عام 1946. باي حاجة فيه. كان أبونا عبد المسيح اللي تكون هتخلى يقول لها تخلى، اللي ما تكونش هتخلى يقول لها المسيح يخلفك. أقول له كل يا أبونا تخلى، يقول المسيح عندك كتير. أقول له طب الدنيا، يقول يعني أنا هطلع لك فين؟ مع ربنا كبيرها. طيب يا أبونا عبد المسيح، أنا يا أبونا هروح للدكتور عشان أخلى. يقول لي خرج الدكاترة يا أختي واسمعي، أنا رحت للدكتور زوجك هيك، أنا ما سبحتوش. جيت رحت للدكتور، جت حصلت عندي كتاب. أقول أنا ما كون سبحت أبونا عبد المسيح ما كنتش حصلت بالطريقة دي. جاي يعني هو أبونا عبد المسيح كان لما يكون الأنبانينا ده هو كان راهب، وبعدين قال له يا ابونا لوجا، قال له نعم، قال له انا انتظرت النهارده، وبعدين قال له انا ابونا ما قدرتش افطر النهارده الاربع، ابونا عبد المسيح عايز يفطر. طب يا ابونا ده ابوك وانت حر فيه؟ قال له ما انا ما قدرتش افطر، انا انتظرته، لا ما قدرتش زي ما بقول. جيت فطرت وجا قال لي انا هجيك النهارده وهجيب فرحه وتعملها. قال لي لف وراح لناس وقال لهم اديني فرحه. قالوا لي يا ابونا عبد المسيح دول عم يجيبوا من الاولاد. قال لهم هو طيب يا اخويا عم يجيبوا ماشي شويه. هو مشي والفرحات جابهم المرض. لما مرضوا قالوا لي تعالى يا ابونا عبد المسيح خد لك فرحه. قال لهم ابونا عبد المسيح طيب اذبحوها قبل ما تموت. راح ذبحوها وجابوها لي قديمه، قلت له نعم. قال لي تعمل الفرخه دي وتدينا راس جابتها ونجونا تنكبها وتعملي لي المطاريه في الفعاليه. قلت له حاضر يا ابونا، وتلقى حنا شويه رز في الشرب. قلت له حاضر. عملت وتعشوا وجفح الفرخه. يقول لي فين الفرخه اللي جابها ابونا عبد المسيح؟ قلت له ليه؟ قال الفرخات اللي كانوا معاه عملناهم ولقحنا مصاريهم ما في 3 ايام. احنا خفنا على اللي هم كانوا من الفرخه، وابونا عبد المسيح بالذات اللي كان مصاريها والجونه والكبده بتاعتها، وكان مصر وصبح الصبح نازل من فوق السجده في الجمهور ايه كانت سنه ولا ما فيه. وبعدين بدينا نضحك ونقول للانبانينا شوف يا ابونا لوجا أبونا عبد المسيح حصل كذا وكذا. قال لي خلاص. خدنا بعضنا وهو راح قاعد في الجنينة فرد شوية موز ورد موز، وحاطط الكتاب كده وقاعد وحاطط كرسي جنبه. ارسينا عليه السلام لك يا أبونا عبد المسيح السلام والنعمة. قعدنا جاره أنا وعمتي وأبونا لوجا هيقعد جنبه في الأرض. قال له بعد الشر عليك يا أخوي السلام، ده أنت ربها يا أخويا تبقى أبها. وتمسك الصليب في يدك والعكاز في يدك وتخطر عليه شويه كده. دورنا احنا عم كنا نوي وشفت العدل يا ابونا لو قالت تبقى مصرات. دور الباب فينا ويقول ايوه يا اختي اتنبي يا موسى يا اختي قول عليك حل المدينه. ودورنا الباب وبعدين بعد كده بعد ما اتنبى له خدنا بعضنا ومشينا احنا وسبنا معاه ابونا لوجا وروحنا. وبعد كده سيدنا انبا كرول كراسه قال له رايح فين يا ابونا لوجا؟ قال له رايح عند ابونا عبد المسيح المداني. قال له هو اسمه؟ قال له ده قبل احترافي ده ابونا لوجا
ده ابونا عبد المسيح كان يروح يعمل الجربان الساعة 3، وبعدين انا كنت انا اعمل الجربان، سيدنا بطرولي يروح يعمل الجربان وراها، وبعدين يجي فايد رايح الجلاية يفوت على جلاية ابونا عبد المسيح اطوار وانوار وطلع عن الشعب بتاع الباب، وبعدين سيدنا ابونا عبد المسيح يحس ان سيدنا بكر اللي عمي يتسمط عليه أفلتها الفلسة يا رسول الله، وبعدين يطلع عليه يقول له ايه يا اخو ايه اللي جيبك هنا في جبك هنا؟ قال له انا ما وقفتش، ده انا رايح الجلية. طب اروح يا اخو برجوتك عم اتمنى والله ده عم اتمنى. سيدنا بكر اللي سحت الأنزلين هو راهي وسلمنا عليه وقال له سيدنا ام بكرولس يقول لك الداعي يا ابونا عبد المسيح ام بكرولس، يقول له الله يكون معك يا اخويا. جلس سيدنا ام بكرولس قاف البلاد وجات نسيتنا هنا، وبعدين فات على ابونا عبد المسيح ابونا الان بطنطلس الراحه. سيدنا ام بكرولس دخل وام بطنطلس قال له قاعد هنا ليه يا ابونا عبد المسيح؟ قال يا اخويا قاعد عند امي، انا عنيت وقاعد عند امي. قال له عماك الريف؟ قال له مالكش دعوه يا تنصر. وراح ايه دخل سيدنا تنصر في الكنيسه، وابونا عم المسيح كان دخل الكنيسه ودخل على سيدنا ام بكرول بصراحه ام بكرول مضاف فيه حد من هنا من هنا، وقال له انت يا ابويا نزلت على الارض ابو مجار على الارض وبركه الدنيا كلها فيك يا ابن عبد المسيح، وبدي فرحان بالله. وبعد ما صلى سلم عليه واستقبل الاستقبال حلو خض عبيط وطلع ابن عبد المسيح اللي سايب عليه العربيات ومسك في الوقت. قال له ست العذراء لابسه حكيات تنفق، وراح دب الصوبه في البرهميه. هو دب الصوبه في البرهميه وسيدنا من التمثيل دخل الكنيسه بتاع مطاي، راح العالم وجهه راح بطحه. قال يا رامتي روح يا نفع السابق انت والسكرتير بتاع البطله في بوسه في دنيا استسمح لها بلا حد. وبعدين هو نايم على ظهره يضحك يكركع وقولوا له قول يا تمثيل متهيجر لك حاجه، عبد المسيح حاله وست العذراء هفتح لك روح كده الضبابة عم تتنطط على بطنه ولا تفتح الباب، حاول فيه يفتح الباب. يلا هم مشوا وجا سيدنا عند كرولس بعد شوية مدة كده، وابونا لوجا جاء عند ابونا عبد المسيح وعمل له صلى من اجل سيدنا عند كرولس. قال له ايه يا اخويا روح للبطرك وتقول له ابونا عبد المسيح لما جاي يقول لك ارسم ابونا لوجا مطرح. قال له في واحد يقول لي يا ابويا وزني ما اقدرش اروح واقول له ارسمني مطرح. قال له على البركه. خد بعضه ورق راح لقى مين؟ لقى سيدنا البطرك. قال له ازاي ابونا عبد المسيح؟ قال له يسلم عليك. قال له وقال لك ايه؟ قال له يا ابوي مش قادر اقول. قال له عليك بركه تقولي. قال له قال لي ده خلي سيدنا ام بكرولس يرسم احنا قران. قال له اصبر. قسم القران واصبر فان واحد. بس جابنا لوجا على الله يطول عمره قال لنا مش تروح تحضر الرساله؟ قلنا نروح. ورحنا حضرنا الرساله وسلمنا على سيدنا ام بكرولس، وجاء معاد بتعود جرجه اضطهدوا سيدنا ام بنينا.